السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة هقول لكم ازاي تعملوا سوبيا في البيت بطريقة سهلة خالص وبحاجات كلها موجودة في البيت. اول حاجة هنعملها، هنجيب اللبن ونحط عليه جوز الهند. مع كل كوباية لبن هتحطي معلقتين جوز الهند، يعني هتعملي 3 كوبايات لبن هتحطي 6 معالق، كوبايتين هتحطي 4 معالق، حسب الكمية اللي انت عايزاها. بعد ما هتحطميهم وتقلبيهم على بعض هتسيبيهم 6 ساعات على الأقل، أو لتاني يوم يستحسن، هيبقى أحسن كمان. الخطوة التانية بقى، هتسلقي رز. لكل كوباية لبن معلقة رز، مثلا 3 كوبايات لبن هتجيبي 3 معالق رز تسلقيهم في المية بس كده. ده بقى شكلها تاني يوم، تقلت جدا. وبعد كده هنحط عليها الرز المسلوق. هنا هتحطي الرز بقى عليه وتحطيه في الخلاط وتضربيهم مع بعض، وتحطي عليهم شوية فانيليا وتضيفي مقدار السكر اللي انت عايزاه. انا حطيت حوالي 4 معالق كبار سكر. هنا هضيف كيس فانيليا عليهم. بعد كده هتضربيهم في الخلاط كويس جدا وتضيف السكر عليهم. انا بصفيه، إيه هو الاحسن يعني انت تصفيه، لكن لو انت حبه تقيل ما تصفيهوش. اللي فاضل ده بقى ما ترمهوش، اعمليه كور كده، حطي عليه كريم كراميل او شوكولاتة او اي حاجة للولاد، هيبقى طعمه حلو جدا. السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة اول يوم في رمضان. النهاردة بقى